مشرفة جدا ومبسوطة، ويعني أنا شايفة الشكل كده تحسي إن هو صرح عظيم، فأنا مبسوطة. ويا رب دايما مصر كل حاجة جديدة وحلوة تفتتح فيها، فأنا مبسوطة أوي. لقيتها أحسن كمان من الصورة اللي أنا متخيلاها، القاعات كبيرة، يعني كل حاجة حلوة، كل حاجة أحسن من الحاجات اللي أوريدي كانت موجودة، فأكيد التطور ده حاجة عظيمة.